ربيعه بنت الدهود والتلت ام عابد العام هذا الاعظم اشهاد والبنت اللي قبل الشهداء اهل الوطن العربي مكرونا اشترى الاسلام بهذه المتاهه وهذه الروح. اخواننا اللي كانوا موجودين في البلد
كانت هذه كلمة فضيلة الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس تعليقا على خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الدكتور أحمد النمكي، خطبة العيد خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الدكتور أحمد النمكي بحديقة الخالدين بمدينة السويس الموافق 1431 من الهجرة، الثلاثاء 16 من نوفمبر 2010. لا 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 ان شاء الله على السريع كل عام وانتم بخير.